الثالث بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية. إيه نعم، يعني واحد نوى قال إن شاء الله سنجمع جمع تأخير المغرب والعشاء، أذن عليهم المغرب زين وقالوا للصلاة، قال لا سنجمع جمع تأخير إن شاء الله تعالى. ليش تجمع جمع تأخير؟ قال فلان مريض. ليش تجمع؟ مسافرون، مرض كذا. لكن وصلوا إلى زال العذر، يعني زال المرض، وصلوا إلى بلادهم كذا قبل دخول وقت الثانية، نقول هنا خلاص زال الجمع، ما تجمع الآن. يعني أعطيكم مثالا، الآن لو إنسان مسافر مثلا وجاء إلى البلد، وصل يبي قال نجمع العشاء والمغرب جمع تأخير مثلا بالسفر، وصل الكويت الحين كم يؤدي العشاء؟ 8 ايه، والمغرب 6:30 5 اي نعم. وصل الكويت هنا قال هو في الطائرة قال ان شاء الله سنجمع جمع تأخير اذا وصلنا الكويت ان شاء الله تعالى، ممكن الرحلة تبكر؟ ها ممكن. واحد يقول لي قبل يومين يقول طيارتنا 2:00 من البحرين للكويت، 2:00 الظهر، وصار جونا اللي مسؤولين في المطار قال وين رايحين؟ قال الكويت. قال يلا ترى الحين بتطير الطياره، الطيار ودي يطير مبكر اذا اكتمل العدد بيطير مبكر. يقول الطياره موعدها 2:00، طرنا وحده، عرفت؟ فهذا مثله مثلا لو كان مخطط انه بيجمع جمع تاخير مثلا المغرب والعشاء، يعني تطير الطياره مثلا الساعه 7 مثلا، قال ساجمع جمع تاخير اذا وصلت الكويت، خلينا نقول من البحرين، يلا طلعنا من البحرين للبحرين زين، والرحله من البحرين كم؟ 40 دقيقه تقريبا، 40 دقيقه. قال خلاص انا راح اجمع جمع تاخير عشان على ما اوصل الكويت لم اذن علي العشاء ساجمع جمع تاخير، نوى هذا زين. فجاه طيروا الطياره شنو؟ مبكرا. وصل الكويت الساعه 7، كم باقي العشاء؟ ساعه. طيب فزال عذر السفر ولا ما زال؟ زال. قال له انا نويت اني اجمع، مو بكيفك تصلي المغرب، واضح؟ لانك زال عذر السفر قبل دخول وقت الثانية، وهذه ينتبه لها بعض الناس الذين يصلون، خاصة الحين الحمد لله الجناط تأخر زين، فإذا نزلت المطار روح صلى أول شيء إذا ما أذن الوقت الثانية سواء العصر أو العشاء، فاذهب وصل حتى لا يخرج الوقت وتقول أنا راح أجمع جمع تأخير، لأن الحين زال عذرك، أنا وصلت إلى بلادك، وصلت إلى منزلك، واضح؟ فلا تجمع جمع تأخير، ينتبه لهذا الأمر. نعم.